السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة في فانا تي في. المرة دي هناخد inverse trigonometric functions. ال inverse trigonometric functions دول ليهم استخدامات معينة، هنشرح كل حاجة فيهم ان شاء الله في الفيديو ده. الأول يعني ايه inverse function من غير ما نخش في trigonometry؟ لو جينا بصينا في الألجبرا، لو احنا عندنا function f of x بتساوي y، ف f وفي فوق كده نيجاتيف 1 او يعني اكنها باور نيجاتيف 1، ده بيتقال عليه الانفرس فانكشن بتاع اف اوف اكس، وبتتنطق اف انفرس اوف اكس. يعني لما نيجي نقرا بعد كده المنظر ده نقول عليها اف انفرس اوف اكس. طيب الكلام ده بقى يعني ايه اف انفرس اوف اكس؟ هقول لك دلوقتي. لو انت عندك اف اوف سي بتساوي في، وعندك سي وفي دول كونستانتس، يعني انت جيت عندك في الداله بتاعتك عادي قلت ان اف اوف مثلا 5 بيساوي 10، تمام؟ فالكلام ده معناه ان اف انفرس اوف 10 بيديك 5، اكنك مثلا في واحد انت بتديله فلوس يديلك عيش، واحد تاني تديله عيش يديلك فلوس، نفس النظام. هو ده الانفرس فانكشن، يبقى اف انفرس اوف في بتساوي سي بس. وعندنا حاجة مهمة جدا، ان f inverse of f of x بتساوي f of f inverse of x بيساوي x. يعني اكن ايه، انا دلوقتي رحت مثلا معايا فلوس اديتها للراجل اداني عيش، وبعد كده اديت العيش لراجل تاني اداني فلوس، هو ده اللي حصل بالظبط، رجع لي تاني الايه الحاجة اللي انا كنت شغال بيها. طيب في الترجنومتري بقى الكلام ده معناه ايه؟ لو انا دلوقتي عندي ساين اوف اكس دي الفانكشن بتاعتي، يبقى ساين انفرس اوف اكس هي دي الانفرس فانكشن بتاعت الساين اوف اكس. طب معنى كده الكلام اللي في بالي دلوقتي، الكلام اللي حصل في بالك دلوقتي هو ده الكلام اللي انت المفروض تفهمه. بس الاول قبل ما نخش فيه، عندي معلومه ليك، ان ساين باور ساين اوف اكس باور نيجاتيف 1 بيساوي الكوسيك اوف اكس اللي هو 1 على ساين اوف اكس، لكن الكلام ده مش بيساوي ساين انفرس اوف اكس. يعني انت ما ينفعش تكتب الباور بالمنظر المكتوب هنا ده، لازم الباور يكون فوق كلمه ساين. طيب اللي انت كنت بتفكر فيه صح ومظبوط، لان فعلا لو انت عندك ساين باي اوفر 2 بيساوي 1، يعني انت دلوقتي عندك زاويه وجبت الساين بتاعها طلع بواحد، يبقى ساين انفرس اوف 1 بيساوي باي اوفر 2. يعني هو انت اديت له القيمه بقى، يعني ايه اللي الزاويه، يعني ساين انفرس ده دايما اجابه بيجاوبك بزاويه. يعني المفروض ساين انفرس انت تدي له رقم، تدي له ريشيو ما بين مثلا ادجيسنت واوبوزيت، ادجيسنت وهايبوتنس والكلام ده كله، يدي لك زاويه. هو ده اللي حصل دلوقتي، قلت له ساين انفرس اوف 1 بيساوي باي اوفر 2. طيب عايزين شوية relations between the inverse functions، تمام؟ شوية relations عشان نعرف نحل بيها math لما تقابلنا مسائل. ولكن قبل ما يعني اخش في الكلام ده قوي، يعني زي ما في sin inverse في cosine inverse في tan inverse في sec inverse cosec inverse cotan inverse، نفس الكلام احنا هنشوف دلوقتي الدنيا ايه نظامها. احنا عارفين على طول ان الساين والكوزين هما الحاجات الاساسيه في الفانكشن بتاعتنا في الترجنومتري، والباقي كله عباره عن ديريفاتيفز، عباره عن ساين على كوزين يديك تان، واحد على ساين يديك كوسيك، واحد على كوزين يدي لك سيك، وهكذا. طيب ايه بقى نفس الكلام بيحصل هنا ولا ايه النظام؟ لا انا مش متاكد، فاجرب اشوف. احنا عارفين ان تان انفرس اوف اكس مثلا بيساوي واي، يعني ادينا قيمتين مجهولتين يعني عشان نعرف نحول ما بينهم. فايه رايك ناخد تان للطرفين؟ لو خدنا تان للطرفين ايه اللي يحصل؟ tan of tan inverse of x هيدي لك x. طب وtan y؟ tan y هنسيبها زي ما هي. طب حلو جدا، tan y بتساوي ايه؟ بتساوي sin y على cosine y. وبعد كده لما اجي ابص للموضوع، انا مش اقدر يعني اجو فيردر ذان اللي انا وصلت له ده، مش اقدر امشي بعد اللي انا وصلت له ده، مفيش اي حاجه استفدتها من اللي عملته، فخلاص يعني هفكس، هبص لحاجه ثانيه. تعال نبص لحاجه ثانيه. انا عندي cosec of y، cosec inverse of x بتساوي y، تمام؟ ناخد كوسيك للطرفين، يبقى اكس بتساوي كوسيك اوف واي. حلو جدا، جميل جدا الكلام ده. طيب وكوسيك اوف واي ده بيساوي ايه؟ 1 على ساين اوف واي، مفيش اي مشاكل. ايه رايك ابدل؟ يعني اجيب مش حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، خلاص اجيب الواي ساين اوف واي بيساوي مكان الاكس، ويبقى ساين اوف واي بيساوي 1 اوفر اكس. كلام جميل برضو، الاكس دي اللي هي 1 اوفر اكس اللي هي اكس باور نيجاتيف 1. خلاص حلو جدا، اخد ساين انفرس للطرفين، يبقى الواي بتساوي ساين انفرس اوف اكس باور نيجاتيف 1. ودي بقى نستخدمها امتى؟ لما تيجي تفتح الاله بتاعتك هتلاقي فيها ساين وكوزين وتان. لما كنت بتحب تعمل السيك والكوسيك والكوتان كنت بتعمل ايه؟ واحد على ساين، واحد على كوزين، واحد على كوتان، او واحد على تان. طب انت دلوقتي بقى عايز تعمل كوسيك انفرس،
عايز تعمل سيك انفرس، عايز تعمل كوتان انفرس، تعملها ازاي؟ تعملها بالطريقه اللي انت شفتها دي. لو انت مثلا عايز تجيب كوسيك انفرس، اهو بقى المعادله اهي. لو انت عايز تجيب كوسيك انفرس اكس تعمل ايه؟ تعمل ساين انفرس عادي بس المره دي ل1 اوفر اكس، وكده دي التحويله. وبنفس الاسلوب وبنفس الطريقه هتلاقي ان انت عندك سيك انفرس اوف اكس بيساوي كوزاين انفرس اوف اكس باور نيجاتيف 1، وعندك برضو كوتان انفرس اوف اكس بيساوي تان انفرس اوف اكس باور نيجاتيف 1. ده اللي احنا المفروض عرفناه المره دي في الحلقه دي. ان شاء الله الحلقه الجايه هنعرف ازاي نعمل جرافز بتاعه الفانكشنز دي، وبرضو الليمتس بتاعتها، يعني هي رايحه فين وجايه منين. انتظرونا الحلقة الجاية، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات على طول. تعملوا لنا لايك على البيج بتاعتنا، تشوفوا الفيديوهات القديمة. لو في اي حاجة شايفين انها محتاجة تعديل سيبوا لنا كومنتس تحت الفيديو او تحت البوست، وشكرا لكم.